دائماً بنكون فخورين لما يكون في طلاب مبدعين من بلدنا. اليوم بدنيا دنيا استضفنا مبدعات من مدارسنا الأردنية. رح تكون معانا تمارا العلي وهي قائدة فريق ويؤونت في برنامج تحدي الأعمال في إنجاز. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا تمارا. وكمان معانا نور حراحشة صاحبة فكرة مشروع قديم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وإحنا كتير فخورين إن أنتم اليوم معانا بدنيا يا دنيا. اهلا وسهلا بالصبايا، ما شاء الله هيك الصبايا بيرفعوا الراس. الواحد لما يشوف صبايا البلد هيك الصغار عم بيعملوا هيك مشاريع علميه ومشاريع رياديه وعم بيشاركوا بيفتخر وبنبسط وبحس انه الحمد لله رب العالمين. الجيل مش مثل ما بيحكوا عنه، الجيل هيو ما شاء الله في نماذج كثير مهمه وفعاله وعم تشتغل. نور احكي لنا شوي عن مشروعك، مشروع قديم، كيف اجت الفكره وايش هي الفكره؟ اول شيء حابه اصبح عليكم وعلى كل مشاهدين رؤيا. هلا قديم هي عباره عن شركه طلابيه، احنا قمنا بتاسيسها كطلاب من الصف العاشر. اسم قديم إجا من خلال أنه إحنا مبنائنا وأساس عملنا هو إحياء المواد القديمة لولادة منتجات جديدة نقدر نسوقها بالسوق الأردني. حلو. هلأ المواد القديمة استخدمنا هو عبارة عن السي دي، الأقراص المدمجة اللي جمعناها إحنا من البيوت، ما اشترينا إشي جديد. والصناديق الخشبية استخدمنا الخشب كان مهدر من المناجر، المناجر ما عم تستخدمه فإحنا حاولنا أنه نصممه حسب الإشي اللي إحنا بدنا نستخدمه. حلو. فطلعت معنا منتجات قدرنا نسوقها ولحد يعني هلا ما ضل حتى كنا نجيب نماذج حتى نورجيكم، ففي صور اذا نقدر ما ضل بعتوها كلها. طب ايش عملتوا نماذج مثل ايش؟ صناديق كذا؟ هلا عملنا صناديق قلت لكم من الخشب، عملناهم زيناهم بقطع من السي دي، قطع من السي دي الاقراص المدمجه قصناهم على شكل انه مرتب حلو، وعملنا كمان على شكل مرايا. فكان وهلا احنا رح نطور على منتجاتنا اكثر ورح نخوض مجال ممكن الاثاث، بس الاثاث البسيط. حلو. ممكن وقت الجامعه لانه هلا مدرسه وبعدين او توجيهي وهذا. طب حلو، انا ما بدي اقاطعك بس احنا في معانا صور اذا بنقدر نعرضهم. عبد الله عشان يكون هاي رح ناخذ الصور هلا واحكي لنا عنهم، شو رايك عشان اللي عم بيسمعونا يكونوا عارفين عن ايش عم نحكي. هاي تفضلي. هاي تحت الاعمال. تحدي الأعمال. هذا فريقكم تمارا ولا فريقين مع بعض؟ لا هذا تبع تحدي الأعمال. أوكي. هذا فريق تحدي الأعمال. أوكي. فريق تمارا. هلا هاي الصورة هي عبارة عن شكل المنتجات اللي إحنا عملناهم، عبارة عن مرايا وصناديق بأحجام مختلفة صغير وكبير. وهون نفس الشيء، هون وقت ما عملنا بازار صندوق المرأة كان في بازار وقت عيد الأم فعملنا هناك وزعنا كمبدأ هدايا واشتروا منا. هون هي عبارة عن المراية اللي احنا عملناها مزين بقطع من السي دي ومصنوع من الخشب. هاي احجام مختلفة من السند اللي احنا عملناها. كثير حلو، مبدعين. طيب انتو فتوا تمارا او تعاونتوا مع تمارا لانها عملت مشروعها، مشروع المروحه اللي بتشتغل عن طريق اليو اس بي، مزبوط تمارا؟ احكي لنا اكثر عن المروحه اللي انت صنعتيها. اول شيء حابه اصب عليك وعلى كل ما اللي بيشاهد قناه رؤيه حاليا. المروحه زي ما قلت هي عباره عن مروحه مصنوعه من سي دي وبتتوصل بتشتغل عن طريق اليو اس بي. اليو اس بي ممكن توصل بلابتوب او ممكن وصله بتليفون، اي شيء فيها يو اس بي، ممكن بالسياره برضه. هلا فكرة المروحة اجت انه احنا بس شاركنا بانجاز تأهلنا للنهائيات وطلبوا بالنهائيات مشروع. هلا المشروع لازم يكون صديق للبيئة ويفيد المجتمع. فقلنا احنا عندنا بالاردن البنزين غالي، الناس ما بتقدر تولع الكونديشن بالسيارات والمواصلات العامة. فقلنا هاي المروحة ممكن يستفيد منها الناس اللي يعني ذوي الدخل الضئيل، ممكن محدود. المحدود. فهاي الوصلة يعني اليو اس بي تتوصل بالسيارة وانت بتسوق او ممكن المواصلات العامة تلطف الجو، هي مش ممكن تكون زي الكونديشن لكن بتلطف الجو. حلو حلو. وكيف صنعتوها؟ هي عبارة عن ايش؟ احكي لنا يعني تقنيا كيف صنعتوها. اوكي هلا الفكرة كيف اجت؟ هلا شركة قديم بيعملوا اعادة تدوير السيديات، فقلنا حابين يعني كل مبدأنا واحد هو اعادة تدوير السيدي، فياته بلاستيك ومادة بتضر بالبيئة. حلو. فجمعنا معهم سيديات. المروحة بتتكون من سي دي قصيناه على شكل شفرات على اساس يكون شكله شكل مروحة. ماتور لعبة يكون 3 فولت عشان يقدر يشغل المروحة. وصلناها بوصلة يو اس بي وزبطنا الماتور طبعا بعد محاولات كثيرة.
هاي اختراعكم الصغير تمارا. حلو. بعد محاولات زطت معنا المروحة. هلأ زي ما بتعرفوا اليو اس بي كتير رخوة، فكيف يعني شديناها، ضبطت معها أو ضبطنا معها أنا والفريق علاقة ملابس اللي دائما أغلبنا يعني بكبوها وما بستخدموها. علاقة الملابس اللي بتتكون من حديد أو حديد قصناها وركبناها والحمد لله زبطت واشتغلت وشاركنا فيها بإنجاز وعجبت الحكم كثير. حلو حلو. إيش حكوا لكم عنها في إنجاز؟ يعني لما شاركتوا في هذا المشروع إيش كانت التعليقات أو الكومنتات عليها؟ أولا كانت طريقة الإلقاء والبرزنتيشن عجبهم. بعديها آخر إشي عرضنا لهم المنتج، استغربوا إنه سوينا، لأنه إحنا الوحيدين اللي مشاركنا بتحدي الأعمال سوينا يعني تطبيقي. حلو. فبنهاية المقابلة استغربت إنه حد من الحكام بيقول لي بكم بتبيعيها؟ أنا مش حاطة في بالي إني أبيعها. قلت له ممكن من دينارين لخمس دنانير، يعني أنا ما يعني كأول بيعة ممكن هيك. أنت كنت عارفة قد إيه مكلفتك هي؟ هي صراحة ما كلفتني كتير لأنه الماتور من سيارة أخوي الصغير. يعني حلو. كل شيء عندي بالبيت. حلو. من البيت يعني هي بس كانت الفكرة. حلو. ففجأة طلع خمس دنانير وقال لي خدي بدي أشتريها. حلو. أنا إنه على أي أساس؟ فاستغربت، وكانوا كتير منبهرين بالإنتاج وإنها كانت تشتغل وما كانت تقع ولا رطاوة المروحة، يعني مثبتة. برافو. برافو. حلو. برافو. يعني عندنا مشاريع علماء ومخترعين. صح بالضبط. والله مشروع يعني ما شاء الله عن جد مخترعين. بدي أرجع لك نور. نور. نور حبيبتي، بدي ارجع لك واسالك عن منتجاتكم. انتوا عندكم يعني زي ما شفنا بالصور قبل شوي منتجات كثيره، ايش بيميز منتجاتكم عن غيرها من المنتجات اليدويه خلينا نحكي المصنوعه بالايد؟ اوكي. هلا احنا كثير شفنا مثلا اشياء مصنوعه من السي دي وهالقصص، فاحنا حاولنا انه حتى الناس نوصلهم فكره انه احنا مبدانا هو اعاده التدوير. قلنا لكم انه احنا استخدمنا كل السيديات، احنا جمعناهم اول شيء من داخل المدرسه، طلعنا خارج نطاق المدرسه حتى نجمع اكبر عدد، حتى انه خلص يعني احنا فعليا بنكب السيديات كل صار خدشه هيك خلص بخرب. فانا احنا جمعنا، وحتى الخشب اللي احنا استخدمناه كان خشب زي ما قلت لكم مش مستخدم، فوقت ما الناس عرفت انه هو فعلا اعاده التدوير وعم بخفف جزء من الضرر على البيئه تشجعوا اكثر وتحمسوا اكثر وكانوا بيبيعونه. هلا احنا عملنا كثير احجام مختلفه، يعني ممكن حدا بيحكي انه لا صغير، عملنا اكبر، عملنا هاي الاشياء. والمرايا نفس الشيء، عملنا احجام مختلفه، حتى وقت نفس الشيء وقت المسابقه لما كانوا عم بلفوا على زي مبدا الفزارات، في واحدة من لجنة الحكم اجت برضه عجبتها المراية وحتى اشتريتها. هلا اشتريتها الصورة كمان. جميل جميل. نور حكيتي لي انه انتم قديم شركة اسستوا ما يشبه الشركة، يعني مش الفعلية بالفعل على ارض الواقع، ولكن ما يشبه الشركة من 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 الشكل التنظيمي. هل كان هذا متطلب من متطلبات المشروع انه لازم تاسس شركة، ولا انتم لحالكم في المدرسة قررتوا تاسسوا شركة؟ وكيف اسستوها وكيف فادتكم؟ لا هو اساسا البرنامج اسمه برنامج تاسيس شركه طلابيه. حلو. فانه اول شيء احنا كان عندنا جلسات عصف ذهني يعني نظري فقط، بلشنا نحكي عن الهيكل ايش بتكون الشركه، يعني ايش البنيه الاساسيه تبعتها، الهيكل التنظيمي، المدراء، كيف راح نتوزع الادوار وهي الاشياء. هلا وزعنا الادوار، مين المدير التنفيذي، مدير الماليه وهي الاشياء على التصويت بالداخل الصف. هلا من ناحيه انها فادتنا صراحه على انه بشكل عام إنه صار غير نطاق التفكير، غير صرنا عم نفكر إنه الواحد بيقدر هو يأسس شغله بدل ما بعد الجامعة بيستنى دور الشغل بيقدم. حلو. طلبات وهي الأشياء، أنت عم تأسس شركتك الخاصة وأنت بتجيب الناس تشتغل عندك. جميل. هلأ فعليا على الصعيد الشخصي بالنسبة إلي هي كان عم تكون شخص ريادي، صارت عندي فكرة كاملة عن سوق العمل، عن الماركتينج استراتيجيز وهي الأشياء كلها. فصراحة كثير كان إنه ثقة بالنفس غير، بتقدمي برزنتيشن قدام ناس أنت أول مرة بتشوفيهم، صراحة كان كثير يعني تجربة رائعة، وبتمنى كل الطلاب يقدروا ياخذوا هاي الفرصة اللي أعطتنا إياها مؤسسة إنجاز. نور أنت أي صف؟ عاشر. عاشر. وتمارا؟ تاسع. تاسع. متخيل هيثم بهذا العمر بيحكوا على استراتيجيات وعلى برافو. يعني انه برزنتيشن لشغلكم وتاسسي شركه وسوق عمل، يعني قد ايه عن جد احنا كثير مبسوطين انه في عنا يعني بهاي اعماركم الصغيره ولكن عم تنظروا نظره حلوه للمستقبل، يعني تخلينا لو الكل بيفكر هيك قد ايه احنا رح يكون بالزبط. في عنا فرص عمل لكثير من الناس، يعني حتى انت لما يكون عندك شركتك قد ايه رح توفري فرص عمل من صح. الناس. ونفس الشيء تمارا. تمارا طب انت هلا قبل شوي لما سالتك قد ايه بتبيعيها قلتي لي هدول الاغراض من البيت، ولكن حاولتي تحسبي مثلا انت عشان تقدري تعرفي قد ايه رح يكون سعر منتجك بكره اذا نزلتيه على السوق، قد ايه رح يكلفك؟ بتحاولي تعملي هيك شيء؟ وايش رح يفيد منتجك؟ ايش بيفيد المجتمع؟ هلا المنتج كميزانيه
ممكن دينارين أو 3 دنانير يشتري ماتور أو ممكن إذا ما لقى سيديات يشتري سيديات. لكن الغلبة وين؟ بالشغل. هلأ بتكون صراحة السي دي بغلب شوي بالقص، يعني ما عندي أنا أداة معينة بقص السي دي، فاضطرت أقصه بمقص عادي عندي بالبيت وكل شوي يتكسر. فواجهت صعوبة مرة بالمشرط مرة بالسكين، يعني مرة على مرة عبل ما زبط معي. معناته أنت بحاجة لميزانية هلأ عشان تجيبي أدوات تريحك يمكن بإنتاج، بدها أيدي عاملة يعني مش بسهولة صراحة، ممكن ساعة أو ساعتين قبل ما نشتغل مروحة. حلو حلو. طبعا هاي المشاريع ومشاركة الطلاب في مثل هاي المشاريع، نحن دائما نشكر إنجاز مشاريعها الريادية على مستوى المملكة كلها بكل المحافظات. بتحكي مثل ما حكت نور قبل شوي، فهم الفكرة بشكل ممتاز، برافو. الطلاب على الموضوع أنه عم توسع أفاقهم الذهنية، عم تتوسع أفكارهم، عم تتجه لأماكن أخرى. انعكاس هاي المشاريع عليكم شخصيا كيف كان، على العائلة وعلى المجتمع كيف ممكن تحسوا انه هاي المشاريع انعكست عليكم؟ بلش في تمارا لو سمحتي. اوكي. صراحة عطتني انجاز فرصة اني ابين انا شو عندي. يعني صراحة كمدرسة حكومية ممكن ما في فرص اني مثلا اعمل مروحة، اعمل مثلا الصناديق تبعتهم. نعم. في مدرسة الحسين الحسين الثانوية في الزرقاء. حلو. بس إنجاز فتحنا الفرصة إنه نوري إبداعاتنا للناس. نوريهم إنه إحنا أوكي 15 سنة بس إحنا بنقدر نساوي. نعم. بس أعطونا فرصة. هاي أول مرة بتحاولي تعملي إشي؟ بإنجاز فهي فادتني شخصياً، زي ما حكت نور إنه أنا أوقف قدام لجنة حكم أول مرة بشوفهم، أعمل برزنتيشن أحكي لهم عن الشركة عن المنتج ويسألوني أسئلة وأجاوب، هذا إشي بعطيني سيلف كونفيدنس، ثقة بالنفس. برافو. بالضبط. فأنا جد حاب إنه كل المدارس الأردنية تخوض هاي التجربة، مش بس مثلا مدرستنا أو مدارس معينة. لأنه أنا في مدرسة القديمة صراحة ما كان فيها إنجاز، فحاب كل المدارس بالمملكة يكون فيها إنجاز. برافو. كثير حلو. كثير حلو. طيب نور وتمارا، السؤال لكم التنتين، بالمستقبل يعني انت هلا عم تعملوا هاي المنتجات وعم بتبيعوها، وقلتي انه هاي الشركه اللي اسستوها انت بتتمني انك تصير شركه كبيره وتضلي تبيعي، وتمارا نفس الحكي، هذا المنتج برضو اكيد بتفكر انك تبيعيه. هلا سؤالي لنور انه ايش الجديد من منتجاتكم، وكمان ايش بتفكري تخترعي؟ هل في بالك هلا في منتج جديد حابه تخترعيه وينزل على السوق كمان؟ تفضلي نور. هلا اول شيء احنا قبل كنا عم نحط خطه مستقبليه لانه هو هيك المفروض. هلا منتجنا هو اساسا اول ما بلشنا فيه كان منتج مبدئي، يعني ما كان كثير متقن وهاي، فبلشنا نطور، فلقدام كمان احنا راح نطور عليه اكثر حتى يكون فعليا متين، ممكن يوقع قطعه من السي دي او يعني هاي الفكره. وكمان لقدام احنا مخططين انه نخوض بمجال الاثاث مثل الطاولات الصغيره وهي الاشياء. فالحلو بالموضوع ان هم اعطونا هاي الدوره وهاي الشغله قبل الجامعات حتى الواحد يعرف ايش ممكن راح يتخصص لقدام حتى يفيده بهذا الموضوع. كثير حلو. فعن جد كانت يعني تجربه بتجنن. حلو. ايش مفكره تخصص ان شاء الله في الجامعه نور؟ هذا سؤال صعب. طب ما انت بس نخلص توجيهي على خير. أيوة بالضبط. حلو. يعني ما حطيتي في راسك شيء هلا انك عم تشتغلي مثلا هلا مفكره بالاثاث، ما بتحطي بالك انتيرير ديزاين اللي هو التصميم الداخلي، الهندسه مثلا، يعني اشياء لها علاقه بالضبط. هلا فعليا احنا كنا كل حدا بفكر، كل حد بده بنته وابنه دكتور ومهندس وهي الاشياء، احنا رح نخرج عن النطاق التقليدي هاي المره. ممكن يعني الواحد عم هلا بدرس شغله بتفيده بها، يعني بيقدر هو بياسس شركته بيكون عنده خلفيه كامله عن هذا الموضوع. فهلا يعني ممكن التخصص زي ما قلتي، ممكن الهندسه الديكور اللي بتساعدك حتى تعملي هذه المنتجات، بتتعاوني مع شركات ثانيه حتى هذا الموضوع. صح. اكيد. اتمنى لك التوفيق. اكيد. تمارا ايش تتمني او ايش الاشياء اللي حابه هيك اذا في مشروع ببالك؟ ممكن برضه المروحه ممكن تلطف الجو، لكن كونديشن ممكن يفيد اكثر. بدك تعملي كونديشن؟ حاليا هو مش كونديشن كونديشن، لكن هو فكرته انه بيكون براد، يعني مي فيتها ثلج، ويعني بدها شوية شغل، لسه ما بلشت فيها أصلا. حلو. بس كفكرة لساتها موجودة، أفكارها كلها بالترطيب والتبريد. تمام. شكلها الدنيا شوبانك بالتبريد. تمارا ممتاز. ممتاز ممتاز. الله يعطيكم ألف عافية تمارا ونور. كتير كتير انبسطنا فيكم. حابة أنا بس حابة أحكي شغلة، إنه هلأ إحنا قبل مؤسسة الإنجاز بتعطي المتطوع هو اللي بيساعدنا في هذا المشروع،
فانه احنا كانت لنا بالمدرسه مصوعه، هي كانت مسؤوله عن مشروعنا الاثنين، هي مسؤوله عجاج، كثير بحب اشكرها، كثير كانت تتعب معنا، هي بتنصحنا وبترشدنا، ومدرستنا طبعا اللي كانت دائما معنا، معلماتنا والاهل طبعا، دعم الاهل لاولادها. برافو برافو عليك. هذا السؤال بقودني لسؤال ثاني نور، يعني قبل ما ننهي حكيت عن متطوعه من مؤسسه انجاز، انجاز كيف تعاملت مع المشاريع؟ يعني كيف كانت طريقه التواصل بينكم وبينهم؟ شو كانت المراحل اللي مرقتوا فيها؟ يعني كيف كان الكونكشن او الاتصال بينكم وبينهم؟ اوكي، هلا مؤسسه كنا عم ناخذ اوقات محاضرات، المتطوعه اللي معنا هي اساسا بالمدرسه. حلو. فانه هذا الموضوع الحلو انه كنا دائما بنشوفها الصبح، وهذا تتواصلوا معها بشكل مستمر. ايوه بالضبط. كان اول شيء قلت لكم بدايه جلسات عصف ذهني، فكان عندنا زي كتيب كنا عم نعرف فيه الاساسيات اللي احنا راح نعملها لقدام. كنا كثير كان في بيجينا ناس من انجاز كانوا عم بيعطونا محاضرات او بيحكوا لنا ايش راح يصير لقدام. هلا في شغله انه احنا فتنا اثنين برزنتيشن، يعني صار مرحلتين. فاول مرحله هي داخل المدرسه اللي اجونا ناس من برا عرضنا قدامهم برزنتيشن، هاي اللي اخذنا فيها احنا المركز الاول على مستوى الشمال. المرحله الثانيه اللي احنا فيها طلعنا لقدام لمركز، هاي كانت المسابقه وعملنا فيها المسابقه، بس وقتها ما حالفنا الحظ انه نكون من الثلاث المراكز الثلاث الاولى. كثير حلو، يعني احنا عن جد مبسوطين، يعني فخورين بانه يعني مش بس بالاختراعات اللي عملتوها، ولكن يعني انه في ناس عم بتفكر للمستقبل. يعني احنا في عندنا طلاب هيثم عم بفكروا من هلا بمستقبلهم ايش رح يشتغلوا. طبعاً. ما يكونوا عالي على المجتمع، لا هم بدهم يكونوا هم يعني يخلقوا ايضا فرص عمل لغيرهم. يعني كثير كثير شيء حلو، مبسوطين كثير انكم معنا، بدي اتمنى لكم كل التوفيق. تمارا بتمنى نشوفك هيك مخترعه كونديشن، يعني بدناش هذا كونديشن بس، لا كونديشن تصير عندك شركه مكيفات. ونور ان شاء الله بيكون هيك عندك شركه كبيره لانتاج الاثاث، وبتدرسي التخصص اللي بدك اياه. شكرا لك. بتراعون وبتراعونا بس بالضبط. ايوه مش من عندك، تذكريناها. انا حابه اشكر امي واهلي كاملين، بس خصوصا أكيد. اخوي حمزه اذا سامعني هسه، انه هو ساندني بالموضوع تبع المروحه. والله بدنا نشكر. شو حلو دعمك. تحياتنا يا حمزه. حمزة العلي إذا عم تسمعنا تحياتنا، هاي أختك ما شاء الله عليها، مسلم عليك. شكرا 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 كثير، يعطيكم العافية. شكرا على المتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد في دنيا يا دنيا.